افريقيا بكره اهلي واستاد ابيجان، غياب وسام ابو علي والكلام الكتير على وسام ابو علي، واحنا شرحنا وقلنا للناس من اول يوم موضوع وسام ايه بالظبط، وامبارح اكدنا على تفاصيل تانية. فشايف غياب اكيد ممكن يكون مؤثر، وشايف الانطلاقه والمواجهه مع استاد ابيجان بكره على استاد القاهره الساعه 6. طيب واحنا النهارده كام؟ النهارده 25 نوفمبر، يعني بعد يومين الذكرى الرابعه لقضيه افشه. انت المفروض وانت بتحتفل بالقضيه، كابتن شوبير قايل بالواجب وزياده. كابتن شوبير انا عايز اقول لحضراتكم بحضر لكم مفاجآت، هو لسه بس كان امبارح بيبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن على مدار الاسبوع هتشوفوا مفاجآت في برنامج حارس الاهلي، التالق والابداع والذكريات وكل التفاصيل والكواليس اكيد يا حكيم. طبعا بس مهم جدا وانت في الذكرى الرابعه للقضيه، واحد يقول لك يا عم الذكرى الرابعه، الذكرى الرابعه هي مباراه مهما حاولت ان انت تقيسها باي مباراه ثانيه، طبعا خساره السوبر الافريقي طبعا مباراه بتصعب، لكن مهما حاولت تحط مقارنه لبطوله مفيش، الكلام ده مش موجود على ارض الواقع. دي بطوله بتتكرر كل 100 سنه وممكن ما تجيلكش، يعني ممكن تيجي وممكن ما تجيش، فهي ذكرى مهما حاول البعض ان مثلا يعني يقلل من قيمتها وان الحياه مثلا خلاص وكان، لا بس مهم جدا وانت كفريق كوره بتبدا بطوله القاره طبعا. ومش عايز بس اقول يعني عشان بس احنا في قناه نادي، لا يعني اصلي ممكن تلاقي ناس تطلع تكلمك على اصلي هدف، اصلي بطوله، اصلي مع السوبر الافريقي. يا جماعه بطوله السوبر الافريقي هي بطوله طبعا محدش يختلف عليها. مزبوط. انا مش هبص للعوائد الماليه واقول لك ان مثلا دي 500,000 ودي مثلا 4 مليون، انا بتكلم في القيمه. بطوله دوري ابطال افريقيا بعيد عن القيمه الماليه بتاعتها، هي بطوله تمنحك 6 نقاط تعلي من تصنيفك، دي نقطة تانية بتخليك بتوديك لبطولتين أو 3 بطولات تانيين، يعني بتوديك بطولة السوبر الأفريقي، بتديك فرصة إن أنت تلعب كأس العالم للأندية بمسماها القديم اللي هي إنتر كونتيننتال دلوقتي، أو بالشكل الجديد بتديك مثلا أوبشن معين تبقى موجود في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد بتاعتها. الأهلي تواجد في البطولة دي اللي هي في 32 فريق، اللي أنت فزت بأكتر من بطولة الفترة الأخيرة. أكيد. فدوري الأبطال الأفريقي ما ينفعش تقارن السوبر الأفريقي بطولة مهمة. بطولة شرفية خد بالك.